بركاته. اهلا وسهلا يا دكاتره، هنكمل في الشرعي وهنكمل على درس الحاجات اللي هي لحد ما لها علاقه بالنساء كده شويه. فهنتكلم النهارده عن الحمل والوضع والايه والتسقيط. اه والله الحمل والوضع والتسقيط. طب ايه ده؟ هو حضرتك هو دلوقتي احنا في ماده ايه؟ ماده طب شرعي صح؟ اه. طب واحنا ليه بنتكلم على الكلام ده؟ تحس ان الكلام ده نسف كده؟ اقول لك اه. طب مثلا يعني تعال نبدا مثلا بالحمل عشان تفهم قصدي. تعال نتكلم عن ايه؟ عن البريجنسي. يقول لك والله والله المفروض لما واحده تيجي تكشف هي حامل ولا لا، ما تروحش عند الطبيب الشرعي، تروح عند دكتور النساء. بس ايه بقى اللي يوديها عند الطبيب الشرعي؟ فبيقول لك هي دي حاجات تودي تخلي الطب الشرعي يتدخل في موضوع الحمل. فبيقول لك انت بقى بنحتاج بقى حضرتك الطب الشرعي مثلا في حالات الريب، لو واحده مثلا تعرضت للريب وبتشوف هي بريجنانت ولا لا. تمام. بيقول لك في حالات الديلي اوف اكسكيوشن. ايه الديلي اوف اكسكيوشن؟ اللي هو واحده اتحكم عليها بالاعدام وخلاص تتعدم بعد بكره، وفي تقول لك لا انا حامل. طب ساعتها ايه المشكله؟ ايه الفكره؟ يعني الواحده لو هي حامل و محكومه بالاعدام في الاعدام، فبالتالي بيتاجل حكم الاعدام لحد بعد سنتين من الرضاعه. يعني هي بتحمل وبتولد وتنا سنتين ترضع وبعد كده تتعدم. فبالتالي اه دي حاجه ايه تبع الجينات، فبالتالي اه يدخل في الطب الشرعي. شفت؟ اه والله. بيقول لك في حالات الايه الطلاق، ليه؟ عشان تطلب منه نفقه زياده. شوف ما هو الفلوس بقى دي فرصه. يقول لك اه ساعتها اه ممكن تقول له ده انا حقيقه، تقول له يعني هي ان هي حامل، تقول له انا عايزه فلوس زياده، فيتدخل الطب الشرعي يقول لك شوف هي حامل ولا لا. ليه؟ عشان اي حاجه فيها قانون او ان هو هيكتب على فلوس او يعمل حاجه تبع المحكمه، فده تدخل للطب الشرعي. يا برضه نفس الفكره، لو واحده جوزها مات وهي ايه وفي بطنها ابنه بقى، وهي ايه تقول لهم لا انا ماليش دي، ماليش دلوقتي السدس، بس ده انا بص انا ليا اكتر، ليا في واحد في بطن اهوت هيورثه هو كمان. شفت انت؟ عارف انت اللي هو الكوميك اللي هو ايه، لو واحد مات لقيت شغاله جايه تقول فين ورثي؟ هو ده جو، ولا جو ده انهيرتنس اللي هو الميراث وكده. بيقول لك برضو اللي هو ايه، يعني لو واحد جيب بالك ازاي، لو واحد مسافر وما بيشوفش مراته بقى لها سنتين وهي حملت، فاهم قصدي؟ فهي حملت، حملت من مين بقى؟ فاحنا بنشوف من مين بقى، ده مين اللي بيخش فيه برضه الطب الشرعي، فاللي هو الليجال بريجنسي اللي هو غير قانوني. فانا بصراحه انا كنت بسكمها في كلمه ريد اي بي، يعني ريد اي بي بصراحه اللي هو ريد في حاله الريب، الاي الاكس اللي هو ديلي الاكسكيوشن، يعني قصدي اكسكيوشن الديفورس في الطلاق، الانهيرتنس في اللي هم الجماعه اللي هو واحد مات يعني، والبريجنسي حملت الحمل. ده بشوف البريجنسي في البريجنسي اه اللي هي الليجال بريجنسي. تمام. طب ماشي جميل خالص. طب يقول لك ازاي بنشخص ان واحده حامل؟ قال لك احنا كان زمان في كتابنا كان يقول لك في حاجه اسمها بروبل ساين وشور ساين. بروبل ساين شاهدنا عليكم الحمد لله، وعندكم حاجه اسمها الشور ساين. الشور ساين كان مكتوب عندها السطر ده بس، حلو بس والله يعني بالحب كده والله. هي بيقول لك الشور ساين دي بتظهر بعد الشهر الرابع، مع انه عادي يعني ممكن مسمار من اول يوم في الحمل واشوف هي حامل ولا لا، هعرف على فكره. بس قشطه، يعني بيقول لك انها بتظهر بعد الشهر الرابع. قال ايه؟ يقول لك والله احنا لما بنكشف عن اي حد بنعمل ثلاث حاجات مهمين جدا، حاجه اسمها انسبكشن ببص بعيني، بالبيشن بحس بايدي، وسكالتيشن بسمع بالسماعه. فهو فاعمل انسبكشن، هعمل انسبكشن تلاقي الواد طلع حرك ايديه ولا رجليه، راحت بطن الولاد متحركه، ده ايه؟ انسبكشن، بصيت على بطنها، او ممكن احسس على بطنها واحس حركه الولد برضه هو نفس الحركه. فهو تعمل له ايه؟ بالبيشن او اسكالتيشن، تقعد بقى تسمع نبضات القلب، تعمل فيه حاجه اسمها سونار كده بيقيس ضربات القلب بتاع الولد، يعني ترانس فاجينال كده بنقيس بيه ايه ضربات قلب الجنين. ماشي، ممكن تسمع اسكالتيشن، فبالتالي انسبكشن بالبيشن اسكالتيشن، حلو اللي هو ايه الكشف العادي، ببص بعيني بحس بايدي وبسمع بالسماعه. راديوغرافي دي انا جنبها لمتين استفهام. ليه؟ لان انت المفروض انك عارف، انت لو في مثلا لو عايش انت عارف كشك العظم، واحده انت شاك يا اخي انها عندها فراكشر هيد فيمر، انت متخيل؟ واحده خلاص ده الفراكشر الوحيد الارجنت في العظم، وحضرتك مدخلها اشعه، بتاع الاشعه هيطلع يسيب لك كل حاجه، اي حاجه في دماغك هيسيبها لك. ليه بقى؟ لان كده من احتمال كبير تدخل الواد ده اللي هو في بطنها ده فلوكيميا، ممنوع واحده حامل تخش اصلا او تعدي من جنب الباب بتاع ايه؟ بتاع الاشعه. فبالتالي انا مش فاهم ده محطوط هنا ليه بصراحه، بس يعني راديوجرافي ماشي يا حبيبي. حاضر. طبعا الصح ان احنا بنعمل ايه؟ السونار بتاع تشوف الواد ده شبه ابوه ولا شبه امه وكده، يعني اللي هو وفي بقى سونار 4 دي و5 دي وشغالات جامده جدا. ما علينا يعني. طب احنا بنعمل ايه بالسونار؟ يقول لك والله بنسمع بيه الهارت، الفيتال هارت بيت زي ما قلت لك قبل كده، عن طريق ما قلت لك عن طريق السونار في الترانس فاجينال. وبيقول لك بقى ان هو ايه، بيقول لك في الاسبوع ال 12 على فكره، في الاسبوع في اليوزمن مكتوب في الاسبوع الرابع، بس قشطه يعني ما علينا. ويقول لك بقى ان احنا بنشوف حجم راس البيبي ونتابع النمو بتاع البيبي ونشوفه مات ولا لسه. فاكر يا اسطى لو الواد مات في بطن امه وما نزلش كان بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ شطر الدس. الواد لو كان في بطن امه كده والممبرينز حواليه واسيبتك كونديشن واسيبتك اوتولوسس، فاكر انت الكلام ده؟ ماسيريشن لو تفتكر يعني. فبتشوفه حي ولا مش حي يعني، بتتابع بتتابع عشان شايف كل معروف ان كل الواحده كل اسبوعين لشهر تقريبا بتتابع عند دكتور النساء، معروف يعني. فبتشوف السونار، بتبص عليه كده الواد كبر اهو، شوف شبه ابوه كده يعني، فكده يعني. طيب بعد كده يقول لك والله بيريد اوف جاستيشن. طب البيريد اوف جاستيشن قلت لك قبل كده ان هي بتبقى ايه؟ 40 اسبوع صح؟ 40 اسبوع. والله الشهر القمري في لينيور مانس ده اللي هو الشهر القمري، الشهر القمري في كام اسبوع؟ في 4، في 4 في 10 ب 40 اسبوع. طب و4 في 7 ب 28 اللي هو 40 في 7 يعني.
ب 280 يوم يعني بيقسمها لك كده. وبيقول لك بقى من وجهه النظر القانونيه، تبع من وجهه نظر القانونيه، طبعا انت عارف يا جدعان ان الحمل 9 شهور، ممكن يبقى ابن 7 يبقى ابن 8 كده يعني. ليه بيقول لك ان يعني 7 ده يعني سن كويس، ان 7 ده يقدر يعيش من غير اجهزه. يعني بص 7 ده ممكن يطلع ويقعد في حضانه من غير ما تعمل له مثلا هارت بيت صناعي او انك تركب له حاجه تدعم له الحياه، ممكن يعيش مثلا الشهر ده في الحضانه، في الحضانه او ممكن اقل من كده كمان، ويطلع عادي ويبقى كويس ويبقى نورمال خالص. اقل من 7 لا غالبا ما بيعيش. تمام، في وجهه نظر القانون، وجهه نظر القانون يقول لك لا 6 شهور دي اقل فتره بريجنسي، واطول فتره بريجنسي اللي هي 9 شهور بقى يقول لك لا 12 شهر. ماشي ما علينا يعني. طب انت اصلا الواد لو عدى 9 شهور بيجي بقى في الريكتم بتاعه كقاء، الكقاء ده اسمه ميوكونيوم، الميوكونيوم ده لو نزل في اليوترس هيموت. ماشي، بينزل تخيل هو قاعد في الكقاء بتاعته. هو احنا كده كده الاونيتيك فلويد ده عباره عن البي بي اللي احنا كنا بتشرب البي بي ويطلع عن طريق ويتفلتر في الكلى ويطلع ويبقى ده الاونيتيك فلويد، ده يتفلتر عليه كده البي بي عادي بنعيش في البي بي، انما لو نزل الكقاء في البتاع في بيموت على طول، ما ينفعش الكقاء. فبالتالي اصلا ما فيش اصلا حمل اكتر من 9 شهور، ده هينزل كقاء من الولا وهيموت وش. ماشي، بس اشتغل يعني من وجهه النظر القانونيه انها من 6 ل 12 شهر. ماشي ما علينا. ماشي جميل. بقول لك بقى استيميشن اوف جستيشن، بقول لك بقى ايه بالحته دي هقف لكم ليها واقفه بس مش دلوقتي، ان انت ايه ممكن تشوف الست في الكام عن طريق الليفل بتاع الفانكس. ماشي، وهقف لكم فيها واقفه صغيره كده بس في الاخر خالص بقى، افتكرني او ما افتكرنيش يعني ان شاء الله. طب خلاص كده خلصنا البريجنسي، والله خلاص كده البريجنسي خلص. طب بعد كده الدليفري يا ابني، لا ما تتكبرش يا ابني. ليه يا ابني؟ الانسان المفروض ما يتكبرش ان هو جاي دليفري، دليفري يعني الوضع الولاده، ليه مش لا احنا جايين دليفري فعلا. فميديكال ليجال امبورتنس يقول لك والله ايه الاهميه في ان احنا نشوف الست ولدت ولا ما ولدتش، ولدت بقى لها قد ايه، ولدت من قريب ولا ولدت من زمان ولا كده. يقول لك بص ببساطه شديده، لو في واحده والده من شهر واحده لسه والده وما صح ما اعرفش ازاي العيال دي هيتبدلوا في المستشفى، فبالتالي هنشوف ديت ولدت من قد ايه ودي ولدت من قد ايه ونرجع العيال زي ما هم، اللي هو ايه الديسبيتد ماتيرنيتي اللي هي نفس الكلام يعني ديسبيتد ماتيرنيتي دي حماده يعني، والانترشينج اوف الامبلانت في المستشفى اللي انت بدلت الاطفال في المستشفى ما اعرفش ازاي. ماشي، هم الاثنين شايفهم نفس الحاجه بصراحه، انا مش شايف اي فرق في المعنى. ماشي، فبيقول لك والله بنشوف الست دي بقى لها قد ايه والده ونقارن بين الانفانتس ايج اللي هو عمر العيال يعني. بس وبعدين يقول لك بقى ايه في الانهيرتنس، لو واحده تقول لك انا خلفت فهي لو خلفت يبقى اكيد عليها ايه علامات التخليف، فاهم قصدي؟ فتقول لك انا خلفت فنشوف هي خلفت ولا لا، ما اعرفش ايه قيمه ده لما يجيبوا الولد الصغير، ما علينا يعني. فده برضه اللي مكتوب عندك. ماشي كان مكتوب عندنا، طب ما انا اجيب الولد الصغير واشوف اهو اعمل له حتى دي يا اخي اعمل له اي بي او طيب جروبي اي حاجه ما فيش، انا هبص هي ولدت ولا لا، لازم ابص بقى زباله. طيب ساينز اوف دليفري ايه بقى يعني ايه ساينز اوف دليفري؟ اللي هو العلامات اللي انا اشوفها على الواحده اقول اه دي لسه والده فعلا. يقول لك والله في بص هو انت عندك اثنين ساينز اوف دليفري، في واحد في ريسنت دليفري اللي هي واحده لسه والده ناو، وفي ريموت دليفري اللي هي واحده والده مثلا من شهرين مثلا، واحده والده من زمان يعني اي واحده يعني ماشي من زمان وخلاص. طيب فبيقول لك ايه ساين اوف ريسنت دليفري اللي هي واحده لسه والده ناو. طب ايه اللي والده ناو؟ والله هتقول لك هي تعبانه ومرهقه وحزينه وعندها انيميا وبتاع يعني كده بقى تعبان ماشي، دي بالنسبه للجنرال سايت. طب تاني، طب بقى الواحده بعد ما بتولد بتعمل ايه؟ بترضع، فالمفروض البريست بتاعها فيه ايه؟ في لبن، فلما في لبن يبقى مليان فل وفيرم كده، في لبن مليان في حاجه يعني، وكونتين ايه حاجه اسمها كولوستروم. ايه الكولوستروم ده؟ ده لبن بس بيسموه بعد النص لبن السرسوب. ايه لبن السرسوب ده؟ اللي هو اول اسبوع كده بعد الولاده بينزل حاجه اسمها لبن السرسوب، بيبقى حاجات قليله جدا. وعلى فكره المعلومات العامه يعني ان هو بيكفي الواد الصغير ده عادي اول شهر عادي جدا، ما بيشكيش من نقص تغذيه، وده اكتر لبن فيه مناعه في ميوجلوبين ايه اللي هو مناعه يعني انتي بوديز اسمها ميوجلوبين ايه، دي بتحمي الواد من الامراض كلها. طبعا اللي بترضع صناعي ما بيبقاش اصلا، بيبقى عباره عن بروتين صناعي ولاكتوز صناعي، فاللاكتوز ما فيهوش اصلا مناعه وبتاع، بيتشخرب حرفيا. فبس طبعا الا في بعض الحالات مثلا زي اللاكتوز انتولرانس وبتاع بيدوم اللي هو الناس اللي قاعده بتساعد في اللاكتوز بتاع مش حوارنا يعني، بس ايه ده اسمه كلوستر اللي هو ايه لبن السرسوب. ماشي جميل. اللي بيسال ما خدتش اطفال ولا نسيت خدت اي حاجه انا عبيط. ماشي ما علينا. طيب ابدومينال وول بالنسبه للابدومينال وول، قال لك والله الابدومينال وول هيبقى ايه وضعه؟ يقول لك والله الابدومينال وول هيبقى بالنسبه لواحده لسه والده هيبقى ايه؟ كبير، بطنها كبير لسه والده، هي بيقول لك ايه لسه والده ناو، فيبقى بطنها لاكس طريه ومرهرطه وفلابي يعني مرهرطه برضه يعني ورنك بتاكيد المعنى. يقول لك في حاجه بعد انا عايزها كده اسمها ايه؟ لينيا نيجرا وسترايا جراديفيرم. ايه لينيا نيجرا دي؟ الخط الاسود. ما هو الخط الاسود؟ هو كده بص بيبقى عامل كده حرفيا، وسترايا جراديفيرم هم اسمهم كده. طب ايه يعني انت عايز ايه يعني؟ دول عباره عن ايه طيب؟ يقول لك مش هو الست دي بطنها اتنفخت جامي صح، شايف كانت حامل وبطنها قدامها 3 امتار كده، وهي اصلا كنت رفيعه، فبالتالي السكن بتاعها مش متعود على الحوار ده، فبيحصل فيه ديجنريشن هو والسبكنيس تيشو فبيطلع باللانزر ده. انا جايب لك ليه يعني
الى حد ما صوره طبيعيه الى حد ما بيبقى كده. بس ايه رايك علامات؟ عارف انت لما تتخن يا اسطى، عارف لما تتخن يقول لك انت هتتخن، يلا انت بتتخن، فتقول لك انت عرفت ازاي ان انا بتخن؟ يقول لك بص العلامات اللي على وركك دي. طبعا ما اعرفش اللي ورا وركي بس يعني، فاهم انت قصدي؟ يعني ما علينا يعني، انت فهمت قصدي. في اي حاجه ممكن دراعك، لو انت بتروح الجيم كده تلاقي ايه البايك، يقول لك ايه البايك كبرت يعني، تقول له انت انا مش شايف حاجه، لا بص جدك بدا يفتح، فايه دي الاسترايه بتنجانه دي، ماشي ما علينا يعني. طيب بيقول لك بالنسبه للاكسترنال جينيتاليا، في لسه المفروض انها والده طبيعي، ففي عجل معدي من الايه من الفاجينا بتاعها، فبالتالي ايه فالدنيا متخرتقه. فبيقول لك بقى الفالفا بقى فيها ايه برينيال بروزز بقى وتيرز وبتاع، في حيوان معدي من هناك. طيب وبعدين قال لك الليبيا بقى برضه سهوله مش عارف ايه، بيقول لك في حاجه اسمها رابشر اوف فورشن. احنا اتفقنا الفورشن ده ايه؟ عباره عن الفاجينا من ورا يعني، لو ده تخيلون الفاجينا، فده الفاجينا ده اسمه الفورشت، حتى بيتعمل فيه بيرسينج، هو من قدام انتيرو فورشت وبوستيرو فورشت، هو قصده على البوستيرو فورشت يعني، بيحصل فيه بيرسينج، يو نو بيرسينج، حط فيه حلقه يعني. ما عليه صح الوضع. لوشيا، ايه اللوكيا دي؟ اللوكيا دي عباره عن تشارج بينزل من كل الحوامل، بينزل له 10 12 يوم كده وبيختفي، وتاكد على 10 12 يوم دي بتساعد في البنك. طيب بيبقى في الاول بلادي، طبعا هو 10 ايام، قول 10 ايام ماشي، بيبقى 5 و5، 5 بلادي تمام و5 يلوش. حلو جميل جميل خالص. طيب بيقول لك والله بالنسبه للاكسترنال سيرفايكال اوس، ايه الاكسترنال سيرفايكال اوس دي؟ معلش كده خلي بالك معايا حته بربع جنيه اناتو، اظبط معايا بالله عليك. طيب انت عندك الفيميل جينيتال تراكت بيبدا ايه؟ بيبدأ طبعا الليبيا والحاجات اللي بره اللي هو البستيبيول يعني اللي هو العادي، بعد كده ايه بيخش فاجينا. جميل جميل. بعد كده الفاجينا في حاجه كده اسمه سيرفكس اللي هو عنق الرحم، اللي هي الحته دي اللي هي الحته العضليه دي اللي انا بعلم لك عليها دي، دي اسمها السيرفكس. حلو الكلام، حلو الكلام. السيرفكس على المؤاخذه يعني في اكسترنال اس وانترنال اس، في فتحتين اكسترنال وانترنال، وبعد كده يبدا ايه ده اليوترس اللي هو الرحم. حلو الكلام. طيب فالمفروض ان هو الواد لسه مولود، فبالتالي الايه الفتحه بتاع الرحم دي اللي هي الاكسترنال اس دي المفروض تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه. ليه؟ لان في عيل، في قلنا في عجل معدي من هناك صح؟ مش في عجل معدي؟ اللابتوب حالف ليطلع اول صفحه. في عجل معدي صح؟ فالاكسترنال سيرفايكال اس دي تبقى ايه؟ بتكبر صح؟ فبيقول لك بص الديتنج ده مهم الى حد ما، يقول لك والله في الاول بتعدي صبعين يعني الاكسترنال اس، طبعا حاجه اسمها الفي ار ما علينا يعني، الدكتور بيعدي بصبعه كده من الفاجينا وبيشوف السيرفكس، لو عدى صبعين يبقى ده ايه؟ يبقى ده بعد الولاده مباشره، بعدها باسبوع بيعدي ايه؟ بيعدي صباع، بعد كده باسبوعين يروح قافل بقى. حلو الكلام. بيروح ايه قافل، ويعني هتجي لك بعد كده بس اكتب لي كده الناس ليت شيب لانها اتسالت في الايه في الـ في الـ في البنك، ليه عامله كده يعني تقفل كده ما تبقاش راوند يعني، ممكن تقفل راوند صح، ممكن تقفل كده، لا هي بتقفل ايه، لا بتقفل سليت شيب اللي هي بالعرض كده، بيبقى القفله كده مش كده، كده الست قبل ما تولد بيبقى الاكسترنال اس مقفول بالطريقه دي، انما كده لا الست بعد خلاص لما ولدت بيبدا يقفل عندها بالطريقه دي، بقى ايه سليت شيب. ما علينا يعني بيحبوا الحته دي لاي سبب ما اعرفش بصراحه. طيب جميل. ويقول لك بقى اليوترس يعني كده قلنا برضو على حسب الفندل ليفل، وقلنا هنتطرق في الموضوع ده لايه التشويحات لانها ملغيه من علينا وملغيه من عليكم واحيانا بيسالوها ماشي، فانا هوريكم حوار كده يعني ما عليك. طب بص انا حضرتك، بص حضرتك انا دلوقتي انا عايز احفظ الهبل اللي حضرتك بتقراه ده، وانا مش داخل دماغي بالفهم ولا البتاع ده. بص يعني والله انا يعني انا عايز اشوف واحده لسه مخلفه عيل، فانت متخيل ايه؟ والله انت هتشوف ايه بطنها بالبريست في الاول صح، بطنها بالبريست، فهتلاقي البريست فيرم ومليان لبن، والبطنها ايه منفوخه ومرهرطه وبتاع، ليه؟ لانها لسه والده، كان في حيوان جوه. وبعد كده والله بقى كل حاجه بعد كده تحت، يعني ايه تحت؟ والله الفالفا متبهدله وقاعد ينزل منها افرازات اسمها ايه، اسمها اللوكيا. وبعد كده بعد كده بالنسبه لليوترس، اليوترس على حسب الفندل ليفل ما علينا، والفندل ليفل والايه والاكسترنال اس والايه واحجامها، فيعني ايه تخيل كده. طيب طب والله بعد كده والله قلنا بقى ايه عايزين نشوف الدليفري، ففي حاجه اسمها الريموت دليفري، واحده خلفت من زمان، خلفت من سنه من سنتين من ست شهور اللي هو خلاص اللي هي ما عادتش ايه تحسب في الحوار ده يعني، من زمان خلفها من زمان. فبيقول لك طبعا هيبقى البريست فيها لبن، ما فيهاش لبن، تقول لك ان هي ايه سوفت ولاكس وبنديولاس عامل زي البندول يعني، وطبعا بيقول لك اللارج نيبل ودارك ايرال نار ردت قبل كده. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الابدومنال وول بتاعها برضه الاكس خالص، وبيقول لك في حاجه اسمها لينيا قلبي كان، ايه اللينيا قلبي كان دي؟ شوف فاكر انت البتاع السمره دي اللي لو تاك على لينيا نيجرا، لينيا نيجرا والسرايجرا دي، بص ده اللينيا نيجرا ماشي، دي السرايجرا دي مع الوقت طبعا بيحصل لهم هيلينج بيبقى شكلهم كده. هي دي نفس الست على فكره، بس دي يعني اول ما كانت مخلفه، بعد كده بعد ما خلفت بسنه بقى لونها ابيض، بس ده الحوار يعني. فاسمها ايه؟ اسمها لينيا البيكانس ماشي، البيكا البيكا يعني ابيض. في حاجه اسمها لينيا البا، ده حاجه اناتوميكا بتفصل ما بين عضلات اليمين والشمال بتاع البطن. لا اللينيا البيكانس دي اللي هي نفس اللينيا جراديفي، اللينيا نيجرا والستراي جراديفي، بس حصل يعني حصل لها هيلينج يعني من الاخر. طيب بعد كده قال لك والله البرينيوم، البرينيوم ده عارف انت ايه هو البرينيوم؟ البرينيوم ده بص انت، بص البرينيوم ده اعتبره الفالفا من الاخر يعني. فايه اللي هيقول لك ايه الفالفا دي؟ احنا قلنا بص او اللي احنا قلنا عليها ايه فوق الاكسترنال جينيتال، الاكسترنال جينيتال مش كان فيها ايه بروز وتيرز والحاجات دي، هيحصل لها هيلينج، بس ده الحوار يعني. تقول لك ايه هي فيها اولد برينيال تير اللي هو سكارز يعني وبتاع، لا حصل لها هيلينج، فهو سكار يعني هيلينج من الاخر يعني.
طيب بالنسبه لك بقى الفاجينه، المفروض انت عارف ان اي فاجينه بتبقى ايه، بتبقى رو شيبد كده، بتبقى عامله كده اللي هو ايه بقى سموس، وايه سموس ميكوزا، ليه في حيوان عدى عليها، في حيوان فرمها، وايه بقى دايليتد. اكيد طبعا احنا فاكر انت الساينز اوف فيرجينيتي لما قعدنا نقول ان بتاع اسمه ايه ده الفاجينا المفروض يبقى قافل في اللايزوتوم بوزيشن، مش عارف ايه ومش عارف. طب واحده، طب دي بقى واحده مش متجوزه، دي واحده خلفت، خلفت طبيعي، فكان في حشره معديه، حشره كبيره يعني، دايليتد وابونيوس. قال لك والله ان هو ايه، بيقول لك بقى بارشلي اوبن، مش عارف ياكد لك يعني ان هو ايه الفاجينا واسع ماشي. طيب وبالنسبه للسيرفكس يقول لك والله ايه، بيقول لك بص اكس ايه السيرفايكال اس ايه، بص ترانزفيرس وسليت شيت، ترانزفيرس وسليت شيت، اهي 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 هتتسال فيها، هتتسال فيها. اه بيقول لك بقى دي بتشو اولد ايه، ممكن تقول لك بقى في اولد لاسيريشن، مش عارف ايه دماغك يعني، بس انت ايه انت فهمت الفكره يعني. بيقول لك تبقى راوندد في الايه، في اللي هي النالي بيرا. يعني ايه النالي بيرا؟ يعني نو 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 كانت نو نو بيرا، ما خلفتش يعني، ليه ما خلفتش بقى ايه، بقى لونه بقى شكل، لونه ايه شكله راوندد ماشي. طيب بس فده الحوار. طب بص بيني وبينك، بيني وبينك انت المفروض تذاكره ازاي؟ تذاكره دي واحده كده واحده كده يعني، ايه المفروض تعملهم جدول بصراحه. انت لو تبيضوا على جدول يبقى انت واد برنس. هو ايه، بص هنا البريست، هنا برضو ايه البريست، هنا كان مليان، هنا البريست فاضي، ادونا هنا لاكسو بس في سترايا نيجرا، هنا بقى في سترايا اسمها ايه لينيا البيكانس. طب هنا الاكستنج ايتاليا فيها تيرز وبتاع، لا هنا حصل لها سكارنج خلاص، هنا مش عارف كده فاهم، تقعد كده ايه تقارنهم ببعض، هم كلهم ايه عباره عن مقارنه بسيطه يعني. طب الثالث حاجه واهم حاجه هو موضوع الابورشن. ايه موضوع الابورشن ده؟ والله الابورشن هو عباره عن ان الواحده تسقط. يعني ايه تسقط؟ يعني تخلف قبل ما تخلف. يعني ايه تخلف قبل ما تخلف؟ يعني بص انت حضرتك وهي الواحده حامل، اليوترس في ايه، في جنين وفي بلاسينتا. ايه البلاسينتا دي؟ اللي هي بيسموها ايه، المشيمه، ما علينا يعني. فالبلاسينتا والبيبي دول هم لو نزلوا خلاص كده ايه ده قبل ميعادهم في اي وقت، ده اسمه ايه، اسمه ابورشن. يعني ايه؟ يعني خلي بالك الواد اللي هو ابن سبعه، اللي هو الواد اللي عايش ابن سبعه ده يعتبر ابورشن. خلي بالك، خلي بالك يعني. بص اهم كلمه، بص ابورشن يعني ايه، ات مين اكسبلجن اوف ترانك كونتنت اوف ذا جرافيد يوترس، الجرافيد اللي هو الحامل يعني، بيفور الفول تيرم. يعني لو لو مثلا عيل عنده 39، لو واحد ونزل عنده 39 شهر ده يعتبر ايه، يعتبر ابورشن. اهم كلمه في تعريف الابورشن كلمه الفول تيرم، ان الحاجه اللي جوه اليوترس نزلت قبل الفول تيرم. الفول تيرم ده اللي هو 40 ويك، من الاخر من الاخر كده وعلى بلاطه. دايما هتتسال بكل الطرق الممكنه من وجه الابورشن، وتلاقي دايما الغلطه اللي هو بيغلطها لك في الاختيارات الغلط ان هو قبل الفول تيرم ماشي. اهم حاجه كلمه الفول تيرم دي هتفهمني لما تيجي تحل اسئله. طيب الميديكال كونديشن بتاع يقول لك ايه بقى، ايه الحاجات اللي تخلي واحده تكشف عن دكتور طب شرعي وتشوف هي سقطت ولا لا؟ يقول لك والله دلوقتي هتتهم اتنين، يا اما حد ضربها في بطنها وسقطها، يا اما ايه تقول لا ده في دكتور حمار اداني دواء وسقطها ماشي. فهو الواحده اللي ايه بتقلي ان هي بتدعي ان هي حضرها في بطنها وسقطت، او واحد ايه دكتور ادها علاج غلط وسقطها، او واحده سقطت يعني واحده كانت حامل حلو وهي حمل غير شرعي وراحت سقطت والناس عرفت واتهمتها. اه ساعتها اه طبعا، ليه بقى؟ لان الابورشن عقوبته في القانون كبيره جدا، فبالتالي ما ينفعش واحده تسقط، دي حاجه الليجال، حاجه غير قانونيه. فبالتالي لو هي اتهمت ان هي سقطت وان هي كانت حامل وبعد كده سقطت، ساعتها ايه اه بنكشف عليها ونشوف هي عملت فعلا ابورشن ولا لا. جميل. ف طيب إيه، طب ايه بقى انواع الابورشن ببساطه؟ انواع الابورشن في حاجه اسمها سبونتينوس ابورشن. ايه السبونتينوس ابورشن ده؟ دي حاجه بتاعت ربنا، حاجه حصلت لوحدها كده. في حاجه اسمها انديوسد ابورشن يعني بفعل فاعل. طيب السبونتينوس ابورشن ده متهيألي بيقول لك ان هو بيبقى 10% من كل البريجنسيز. ده متهيألي مفيش حد فينا عموما مالوش مثلا يعني بيبي لمامته قبل كده ما ماتش قبله او بعده، فاهم قصدي؟ فده العادي يعني، فده السبونتينوس ابورشن اللي هو ايه؟ حاجه بتاعت ربنا يا اخي، هتعمل ايه؟ فهي كده فاهم؟ جميل. وعلى فكره عشان تبقى عارف، اشهر سبب الحاجات دي الانومالز بتاع اليوترس. اليوترس بقى فيه مشاكل وبرضه بتاع حاجه ايه عادي بتحصل للكل يعني. طيب في حاجه اسمها الانديوسد ابورشن. الانديوسد ابورشن دي بقى حاجه من اثنين، لو بفعل فاعل، بفعل دكتور او غير دكتور. طيب في حاجه اسمها ثيرابيوتيك ابورشن، لا دي واحده انا كدكتور بسقطها عشان لو ما سقطتش هتموت من الاخر. تقوليش بقى عشان ثيرابيوتيك يعني علاجي، لا لا لا. بص الحاجه الوحيده اللوفل القانونيه ان انت تعمل ابورشن ان الوليه دي هتموت لو ولدت او الحمل كمل هتموت، بس دي الحاجه الوحيده اللي يعني لو واحده معلش عامله illegal pregnancy او انها حامله حمل غير شرعي وعايزه تسقط، لا ده غير قانوني يعني مش من حقها انها تسقطه. انما الحاجه الوحيده ان لو الست هتموت، ده بالنسبه وجهه نظر الكتاب الشرعي على فكره يعني، عادي في ناس بتسقط مع احترامي يعني. الواد مثلا عنده انومالي، مثلا عنده حق، عنده اي حاجه، ادوارد سندروم مش عارف ايه، سندرومات وحشه، والواد ده لو نزل حياته هتتدمر ماشي، فاهم قصدي؟ فعادي ممكن ايه تسقطه بمزاجها، متخيل؟ وعادي يعني، في ناس في دول كتير بتعمل الحوار ده. بالنسبه لكتابكم، بالنسبه لكتابكم كلمه واحده بس عشان عارف ان في ناس بتسالني، كلمه واحده الابورشن في كتابكم اللي هو الثيرابيوتيك ده الحل الوحيد ليه عشان تحافظ على حياه الام، اكشيو على الجنين ماشي. من الاخر الكريمنال ابورشن دي واحده بقى سقطت بايه، بسبب unjustifiable او ان هو اللي هو من الاخر كده لو هي ما سقطتش مش هتموت، ده اسمه ايه؟ اسمه كريمنال ابورشن، اجرام، حاجه مجرمه، مجرمه الست دي خلاص كده ماشي. طيب كونكورس اوف سبونتينس ابورشن، لك ايه اشهر اسباب سبونتينس ابورشن؟ هتقراها هتلاقيها كلها امراض ماشي، مش بتاعك
دي حاجه بتاعت ربنا. وهو قلت كده الموست كومن كوز ان هو ايه كونجنتال انومالي في الايه في اليوترس. اكتب كده الموست كومن كوز او الموست كومن كوز از كونجنتال انومالي ان يوترس. ليه؟ لان اي حاجه في الدنيا ممكن تخليك تسقط ماشي، فعادي ما تركزش في السبيلنج، لان السبيلنج بتاعي زي الزفت. زودتك ما خدتش اصلا انجليزي في ثانوي، فانا اصلا انجليزي بتاعي انجليزي شوارع يعني. طيب انديوس ده ابورشن. ايه الانديوس ده ابورشن؟ احنا قلنا الانديوس ده ابورشن يا اما ثرابيوتك الست هتموت لو ما سقطتش، يا اما عادي ممكن ما تسقطش، يبقى ده اسمه كريمنال ابورشن. طيب بالنسبه للثرابيوتك ابورشن قال لك اهو وين اندكشن اوف ابورشن بيرفورم باي ميديكال مان دكتور تو سيف المذر لايف بس. شوف تو سيف المذر لايف بس. تقول لي طب ممكن نحافظ على حياه الجنين عن طريق الابورشن؟ يا ابني انت بتموت الجنين يا ابني عبيط، فاهم؟ عارف انا التفكير ده احيانا كده ايه بحب يلسع، انا كنت بلسع احيانا برضه. ديزيز اوف مذر علاقه لايف امراض للمذر اي حاجه في الحياه. بص لوكال بقى، بص حاجات كده يعني اهو دي بقى تقعد تقرا امراض في البطنه والنساء والحاجات يعني بقابلني. مالكش دعوه، مالكش دعوه يا اخي. طيب ازاي حضرتك بنعمل حاجه اسمها سيرابيوتك ابورشن؟ سيرابيوتك ابورشن دي مين اللي بيعملها؟ دكتور. ليه؟ عشان يحافظ على حياه الام. ماشي ازاي بقى بنعمل السيرابيوتك ابورشن؟ في حاجه اسمها دايلاتيشن اند كيوريتاج. انت بص حضرتك لما انا قلت لك صوره الاناتومي الكحيانه دي قلت لك شايف انت السيرفكس عامل ازاي، ضيق ولا واسع؟ لا ضيق، مفيش حاجه تعرف تعدي السيرفكس كده واصلا هو بيبقى قافل الا لو هي واحده لسه والده ولا حاجه او او هتولد ضيق، فاهم قصدي؟ فدي الحاجه اللي هتفتح فيها السيرفكس، فبالتالي السيرفكس ده ايه مقفول. فاحنا لازم نعمله الاول ايه دايلاتيشن بنوسعه، وبعد كده نعمل كيوريتاج. ايه الكيوريتاج دي؟ اسمه كحت. ايه الكحت ده؟ الكحت ده عارف انت بنجيب حاجه، عارف انت شفت انت اللي بتاع اللي بتشيل القشره بتاعه التفاح او البطاطس، تقعد تقشر التفاحه والبطاطس، هي عامله زيها كده برضو، بتروح تشيل ايه بتشيل طبقه كده من الرحم باللي فيه، الايه اللي فيه ده اللي هو البلاسينتا بالجنين الاخر، اسمها ايه؟ اسمها كحاته. اه والله بتقعد ايه بتكحت حرفيا بت ايه، شفت انت الفاس لما يضرب لما تضربه في الارض كده بتروح لامم اه والله عايش انا فلاح يعني، فبتضربه في الارض كده فيلم مش عارف ايه، فهو نفس الفكره. فهي دي فكره الكحاته والله يعني، بتكحتها اسمها بتكحتها اسمها كيوريتاج، فاسمه دايلاتيشن بنوسع ونعمل كيوريتاج. طبعا بيحصل عن طريق ايه؟ دكتور. دكتور يعني اكيد يعني بص طالما السيرابيوتيك يبقى كده يعمله دكتور. طيب في حاجه اسمها ساكشن اسبيريشن، ده بنجيب حمار بتاع جهاز ساكشن عادي خالص ونشفطه، تروح شفط الامبريو كده في الجهاز وخلاص. ده امتى بقى بيحصل؟ ده بيحصل في الايرلي بريجنسي، ده في الام سي كيو كتير اللي هي الساكشن اسبيريشن. مثلا عيل او انت عارف ان الحمل فترته 40 اسبوع، يقول لك واحد امبريو عمره 3 اسابيع وعايزين نعمل له ابورشن، نعمل له ابورشن بايه؟ ويديك خيارات يقول لك تقول له لا ساكشن اسبيريشن. ليه؟ لان ايه عمر الامبريو ده صغير فينفع ايه اشفطه. طب التالته دي حاجه اسمها هيستروتومي. الهيستروتومي ديت زي الولاده الطبيعيه بالظبط، بتفتح في بطنها وتفتح اليوترس يعني تخرم بطنها وتخرم اليوترس وتطلع الولد وتروح مخيط. ايه ده؟ دي ولاده قيصري. اه هي دي الولاده القيصري فاسمها هيستروتومي من الاخر كده. فعادي. طب ده انت هنعمله اه لو مثلا الواد مات مثلا او احنا عايزين نعمل ابورشن والواد مثلا في الشهر السادس السابع، اه خلاص بقى ايه ده جنين كامل، فده هتشفطه ازاي ده حضرتك؟ فاحسن اقول لك هتكحته ازاي؟ ده بني ادم يا ابني تكحته ايه وبتاع ايه؟ فالهيستروتومي ديت لازم ايه في الليت ستيج اوف بريجنسي، تطلع عيل مش تطلع خلايا، لا هتطلع عيل المره دي فهيستروتومي هتجيب حاجه كبيره تمام. فهم ثلاث حاجات اللي بيعملهم ايه؟ بيعملهم الدكاتره فين؟ في الثرابيوتيك. دي حاجات ايه بيعملها دكاتره؟ عمليات تتدرس في النساء. فبالتالي حاجه اسمها دايلاتيشن اند كيوريتاج بنكحت الرحم، ثاني حاجه اسمها ساكشن بنشفطه وخلاص، ده لو هو لسه حته بتاع شويه خلايا صغيره كده، او هيستروتومي لو خلاص بقى جنين كامل مات بقى امه هتموت وات ايفر، فاحنا بنعمل ابورشن بالطريقه الايه هيستروتومي. على فكره احنا حتى اتفقت معاك ان كلمه ابورشن حتى لو الواد عايش مثلا عنده 7 شهور ده يعتبر ابورشن، فانت بنولده ايه طبيعي ولا قيصري؟ اكيد قيصري، فهي هيستروتومي هي القيصريه من الاخر يعني ماشي. طيب بقول لك بقى خلي بالك قبل ما تعمل سيرابيوتك ابورشن، ايه بقى ما هي شروط السيرابيوتك ابورشن؟ قال لك والله بص حضرتك مبدئيا كده ممكن الدكتور اللي هيعمل الابورشن ده يكون دكتور نصاب، يعني دكتور نصاب هو يا عم عايز يعمل ابورشن لاي سبب يا عم، يا عم هو تبع الست ديت وهو الليجال بريجنسي مثلا هو عايز يعمل لها الابورشن وخلاص عايز يخدمها يا عم. فيقول لك لا عشان تعمل ابورشن لازم تاخد موافقه اثنين ايه مش اثنين دكتور، اثنين سبيشالست، اثنين دكاتره نساء سبيشالست متخصصين في كده، ولازم يكون رايهم مكتوب تمام، لازم يكتبوا لك الايه الاقرار ان هي الست دي لازم تعمل ابورشن عشان تعيش. احنا اتفقنا ان سيرابيوتك ابورشن لازم عشان ايه حمايه ايه حياه الام، ويكتبوا رايهم الطبي وكده لازم تاخد ده ايه دكتورين مش دكتور. وبعدين قال لك والله طب هو خلاص هو شايف هو الدكتور الدكتورين دول شايفين ان هو الست دي خلاص لازم تعمل ابورشن، طب والله هو يعمل ابورشن كده خلاص؟ لا ما ينفعش، لازم الست توافق ان يتعمل لها الابورشن والراجل يوافق ان يتعمل، لازم الاثنين يوافقوا. طب لو الست وافقت هي هتموت والراجل ما وافقش ما يعملوش، لازم الاثنين يوافقوا. انت متخيل؟ فلازم كونسنت منين؟ من الاثنين. يعني لو الست هتموت، فاهم انت متخيل الست هتموت وجوزها مش موافق يعمل ابورشن، مش هيعمل ابورشن مش دعوه تموت يا مال صح؟ فخلي بالك زوج زباله زوج زباله ابني طب هو هيموت برضه ما فيش دعوه طب ايه كده ما عليه. طيب وبعد كده دي برضه مهمه
لازم عمليه الابورشن تحصل في مستشفى، ما ينفعش في العياده، ما ينفعش تبريد السلك، ما ينفعش عند الدايه اللي هي بتعمل، لازم في مستشفى. ومش كده وتتعامل بمين؟ بدكتور سبيشالست اللي هو اللي ادى رايها اصلا، الدكتور هو اللي يعمل الابورشن. ثالث حاجه لازم تكون متسجله في المستشفى. ليه؟ لان هيتسجل الحاله اللي هو سبب الابورشن، وهناخد الابورت في تيشو ده يعني فاهم انت، فلازم تكون ايه يعني عادي اي حاجه المفروض اصلا في المستشفى بيحصل لها ريكورد، يعني ان ده ايه حصل كذا كذا في يوم كذا اللي هو ايه عشان ترجع يعني وبتاع معين. فشروط انك لازم تاخد موافقه الدكتورين، لازم الاب يعني اثنين يوافقوا، اثنين يوافقوا دكتورين يوافقوا سبيشالست اللي هم يعملوا يعني رايهم الطبي في ان هم يعملوا ابورشن، والست وجوزها الاثنين يوافقوا، وتتعمل في المستشفى لانك تسال كتير فحت، يقول لك دكتور عمل شاف ان واحده عندها مرض السرطان البتنجان وان الست دي هتموت لو ما حصلهاش ابورشن، وعمل ابورشن في عيادته الخاصه، ايه بقى الغلط اللي عمله الدكتور؟ فتروح انت واقف كده وايه مش شايف حاجه، الراجل يا عم الست هتموت هي في عيادته الخاصه، اه لا لازم نروح المستشفى. فتسال كده والله، فدي مهم ان هو لازم تحصل فين؟ في مستشفى، سواء بقى مستشفى عمومه او مستشفى عام وات ايفر، يعني هو كاتب لك ما عادي ممكن مستشفى جامعي، ايه المشكله؟ ماشي في مستشفى يعني ماشي. طيب جميل حلو كريمينال. بعد كده بقى نتكلم عن الكريمينال ابورشن. ده الكريمينال ابورشن ده ايه؟ اي ابورشن هيحصل بس سببه مش ان احنا نحافظ على حياه الام، ولكن اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه. بقول لك اهو when induction of abortion is performed without any justifiable cause. ايه justifiable cause ده؟ ايه المبرر ده؟ قال لك اي سبب الا ان احنا نحافظ على حياه الام، اي حاجه اي حاجه ماشي. كريمينال ابورشن بقى ممكن ايه؟ يبقى عن طريق دكتور او عن طريق دايا ابورشنست، واحد بيسموه ما علينا يعني الراجل اللي هو بتاع تبريد السلم ده، او الست نفسها هي اللي سقط نفسها. طب والله انا كست عايز اسقط دلوقتي، انا عايز اسقط، طب اسقط ازاي؟ شفت انت في الافلام والمسلسلات حاجه اسمها جنرال فايرنس، عارف انت ايه؟ تطفي السرير وتنط، تركب بسكليته، مش عارف ايه، عارف انت الهبل ده؟ اه ده ما بيحصلش، الكلام ده هبل، يقول لك ما بينجحش اصلا، انتوا مجانين يلا. ولكن سكسيد اونلي ان من هو اصلا هي اصلا عندها انقباضات زياده في الرحم، هي رحمها بينقبض اصلا، فهي هي بتولد من الاخر، فاهم قصدي؟ فدي واحده عيانه اصلا، مفيش الكلام ده ماشي؟ فعادي ماشي. طب بعد كده في حاجه ده جنرال فايرنس اللي هو جسمها كله تقعد تتنطط ان شاء الله تضرب بطنها تقعد تجيب بقى كده، ما بيحصلش الكلام ده، ده اسمه هبل ماشي. ده افلام. طيب اللوكال فايرنس قال لك والله ده بيحصل بقى ازاي؟ يقول لك بص اللوكال فايرنس دي انها بتاذي نفسها عن طريق الجينيتاليا بتاعتها ازاي؟ هقول لك بص، يقول لك ممكن تجيب حاجه زي مثلا ايه، عارف انت عود الملوخيه؟ اه اشهر حاجه عود الملوخيه، تروح مدخل عود الملوخيه من الفاجينا كده، فعود الملوخيه ده عامل ازاي؟ عامل كده صح؟ انت عارف ان البيبي ده بيبي ماشي، ده بيبي اهوت، بيبقى قاعد جوه كده وحواليه طبعا دي البلاسينتا اهيت مثلا، طبعا هي مفروض تتلسن بالعكس معانا كده يعني، ومتلزق فيها وحواليهم ايه؟ حواليهم ممبرين صح؟ فالبتاع ده عضل الملوخيه ده يروح خرم الممبرين، فلما يتخرم الممبرين السائل الامنيوسي يطلع بره صح؟ ده سائل الامنيوسي ينزل بره كده وخلاص بقى، ويروح بقى الرحم منقبض وبتاع، فهو ده اسمه ايه؟ فده تدخل فورين بادي. في حركه ثانيه ممكن تعملها الست دي، تعمل ايه؟ قال لك والله تجيب حاجه ايريتنت للبتاع ده، تعمل الريتيشن يعني حاجه ايريتنت لليوتس. بس هي على فكره خلي بالك ان بتاع الطفل قلنا اتفقنا ان هو حواليه ايه؟ حواليه بتاع الزفت ده من برينز حلو، فهو ده في ايه؟ في يوترس صح؟ ده اليوترس اهو، فهي حطت حاجه ايريتنت لليوترس، فتعمل ايه في اليوترس؟ الحاجه الايريتنت دي هتخليه ينقبض ترخ ترخ، فلما ينقبض يروح طالع بالولد. طب ايه الحاجات اللي هي الايريتنت دي؟ مديك مثال الارسين والمركري، هما الاثنين على طول بص اي حاجه زباله تلاقي ارسينيك ومركري، ارسينيك هما حاجات زباله كده ماشي، هما الارسينيك والمركري يعني. فدول حاجات زباله، دي حاجات زباله تعمل كونتراكشن في اليوترس، دي اول ميكانيزم خلناه ليهم اهو. بقول لك اهو، بيقول لك ايه؟ اذا تحط ايه ايريتنت سبستانس في بتاع فتروح عامله كونتراكشن في اليوترس، دي اول حاجه. دي ايه؟ دي طريقه احنا يعني حطينا فورين بادي وخرمنا الممبرين، بيقول لك بقى ابره مش عارف ايه اي حاجه يعني، وان انت تحط حاجه ايريتنت فتعمل ايه كونتراكشن في اليوترس، ايه حوار كده. يقول لك بنعمل ايه؟ يقول لك والله بنحط حاجات انتي سيبتيك في البتاع ده. طب بنحط انتي سيبتيك ليه؟ زي الجليسرين، وركز على الجليسرين ده قوي يعني. بص الجليسرين ده حطي عليه خطوط وقلوب ونجوم وحاجات حلوه كده. ايه بقى الجليسرين ده؟ يقول لك بيعمل ايه؟ المفروض فيه هنا ايه جوه البتاع الممبرين ده؟ سائل امنيوسي صح؟ فكان سائل امنيوسي الجليسرين ده بيجي كده هو اوزموتيك حلو، فبيقول لك بقى بيروح عامل ايه؟ يروح ساحب سائل الامنيوسي على الايه؟ على الجليسرين، فيشفط الميه بتاعه العيد ويسيبه من غير ميه فيموت من الاخر. بس فدي فكرته، مهم تبقى عارف وتكتب كده ان الجليسرين، اكتب كده ان هو هايجرو سكوبيك، دي مكتوبه نصا مش في كتابنا، في كانت متساله بالنص يعني في بتاع ده في البنك الاسير، فان هو تكتب له ان هو هايجرو سكوبيك بيسحب الميه من العيل ماشي، حتى جاتش في كتابنا برضه، فبتتسال ماشي ان هو الجليسرين ده بيشفط الميه، حاجه اسمها هايجرو سكوبيك، هايجرو جرو ما علينا. بقى حاجات كده اسمها هيكسون سيرنج مش عارف ايه، عن طريق حاجه سرنجه كده او عن طريق حاجه اسمها الدش نوزل. ايه الدش نوزل دي؟ اللي هو الغسول المهبلي، ممكن تحط الجليسرين ده عن طريق غسول مهبلي او عن طريق حاجه اسمها الهيكسون سيرنج، ممكن تشوفها على النت، سرنجه والله. طيب ما علينا، فتدخل بيها الجليسرين، فالجليسرين هيجروسكوبيك فيروح شابط الميه.
حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بقى دول الحاجات اللي احنا ايه ديت كلها حاجات لوكال فايرنس، وحصلت الحاجات دي اتعملت عن طريق دكتور؟ لا، هي ممكن الست تدخل عود الملوخيه ده، ممكن تحط هي خرسين وبتاع خرسين وميركري جوه الرحم بتاعها، او انها ممكن عادي تحط جليسرين مش هتفرق، بس هو الفكره في الفرق يعني. دي بيعمل كونتراكشن؟ لا، ده هايجروسكوب ماشي. هم بتحط ايه حاجات يعني ماشي عشان تموت الولد. طب في حاجات ممكن الدكتور يعملها، يعمل ايه بقى؟ بص نفس الحوار، هو هنا كانت حاطط ايه، هنا حاطط عود ملوخيه، قال لك بقى ايه دكتور ممكن يدخل قسطره. طب ما هي هو كده بقول لك، بص اهو بقول لك، بص بيقول لك ايه انديوس، انديوس كاستر، يحط قسطره، او ممكن يعمل دي سي وخلاص، ممكن يعمل ايه دايتيشن وبيروتاج ويطلع الاوفا من اللي جوه. طبعا اي دكتور بيعمل كده مهدد طبعا ان هو ايه يتحرم من مزاوله المهنه، بيتشال منه شهاده مزاوله المهنه، او اللي هو بيسموه ايه اللي هو كان مزاوله المهنه بتاعه بيتاخد منه طبعا، اللي هو ايه يتقفش، هو ايه بيعمل ابورشن للناس، فبالتالي المفروض دكتور ما يعملش ابورشن ماشي. جميل حلو، فده الهبل يعني ماشي. طيب طب في بعد كده احنا خدنا كده اول حاجه جنرال فايرنس اللي هي هتحط نقطه على السرير، ثاني حاجه اللوكال فايرنس، اللوكال فايرنس ده اللي هي تتعامل عن طريق الفاجينا بتاعتها تطلع الولد باي طريقه، عن طريق هي نفسها تعمل كده او الدكتور يعمل لها دي سي او ان هو يدخلها قسطره مش عارف ازاي علينا يعني، واللي هو ابورت فيشنت دراج ماشي. طب الابورت فيشنت دراج دي اللي هي الحاجات اللي هي ادويه الست بتاخدها بهدف انها تعمل ابورشن، وبالتالي اكيد يعني الدكتور المفروض ما يكتبهاش يعني عشان تعمل ابورشن سبحان الله يعني. طب اول حاجه اللي اسمها اللي هي بلاي سبيسيفيك دراج، المهم يعني حاجه بتعمل حاجات بتعمل ايه، بتعمل يوتراين ماسل كونتراكشن. الكلمه دي ليها معنى كده اسمه الايكو بوليكس دراج. الايكو بوليكس دراجز دي بتتسال بالاسم، يقول لك وات از فروم ذا فولوينج از وان اوف ذا ايكو بوليكس دراجز. ففي عندك شويه ادويه بنت حلال كده، فالمفروض تختار واحد من دول، او ان هو مثلا كل اوف ذا باف از فروم ايكو بوليكس دراج اكسبت، فالمفروض تاخد واحد بقى مش من تايم كان اخوك كده. فالايكو بوليكس دراج ده لازم تبقى فاهم، يعني تبقى فاهم ده الدراج اللي بيعمل يوترس كونتراكشن. طب ايه هما؟ والله انا مش متخطف فرم ولا لا بصراحه. انت الارجوت ده حاجات اصلا بتعمل سموث ماسل كونتراكشن، يعني هي حاجات بتعلق ضغط اصلا، وبتتاخد في الصداع النصفي. النص النصفي دي بتحصل في كونتراكشن وكده دايتيش، عارف انت الاميجران بتاع الصداع النصفي ده ارجوت، فالارجوت ده بيعمل كونتراكشن في كل حاجه، فممكن يعمل كونتراكشن في اليوترس. هو ده هقول لك ايه يعني. في حاجه اسمها اوكسيتوسن، الاوكسيتوسن ده هرمون الولاده اصلا، الست لما تولد بيطلع هرمون كده استغفر الله العظيم اسمه اوكسيتوسن. الاوكسيتوسن ده بيعمل كونتراكشن في اليوترس وبيخلي الواد ينزل. طب هي لو خليته من بره، ده انت جامد بقى، ده انت فشيخ يعني. انت بيعمل كونتراكشن اليوترس اصلا، ده وظيفته في الحياه، ان هو مش وظيفته في الحياه يعني الوحيده يعني، بس اهم وظيفه ليها هي ايه الولاده. يقول لك بقى واحد زي الكوين، الكوين ده بتاع الملاريا، يقول لك برده نفس الفكره يعني، الليد الرصاص وحاجه اسمها الابيولا. فوت اقول لك ايه، طيب احفظه اقول لك ايه، طيب مش عارف والله، بصراحه حاولت اعمل لهم سكيمه ما عرفتش بامان، بس يعني انت اكيد تسمع عنده يعني. الكوينين ده بتاع الكورونا، فاكر انت في اول الكورونا خالص لما كان يقول لك ايه اديله ايه، كان كلوروكين، كلوروكين او الكوينين او كده يعني. بقول لك ايه بقى اللي هو مثلا الرصاص والابيول يعني، ما ماشيه على فكره، دول متضافين السنه دي، الرصاص والابيول ماشي. بكده يعني ما علينا، ما مش مهم، انا حاولت احفظهم يعني ماشي. بيسالوا ام سي كيو من الاخر، ما انتوش هتحفظهم، مش هتكتبهم انيوميريشن، بس هتسال فيهم ام سي كيو بصراحه. طب بعد كده حاجه اسمها الدراستيك بيرجيتيف. يعني ايه بيرجيتيف اصلا؟ بيرجيتيف ده يعني بيعمل اسهال. قال لا، طب ايه الفكره؟ قال لك والله هو اليوترس ده حضرتك لو ما اعرفش هتبان في صوره الاتم ولا لا، بس يعني بص حضرتك، وده ده البلفز بتاع الست. وده في هنا ايه، في هنا يوترس اهو، جميل. في هنا ايه بقى، في هنا قولون حضرتك، وفي هنا انتستين وحاجات كده ماشيه. طب لو حاجه قعدت تحرك الانتستين دي جامد وقعدت يحصل فيها كونتراكشنات، ده هيضغط على ايه؟ هيضغط على اليوترس، فيعمل على اليوترس يحصل ابورشن. فبالتالي ممكن واحده ايه تعمل ابورشن عن طريق دواء يعمل لها اسهال، فيعمل كونتراكشنات في الانتستين، فلما يعمل كونتراكشنات في الانتستين يدوس على اليوترس فيحصل لها ابورشن. يا ساتر يا رب، ايه ده كله؟ حد تخوف. طيب ما علينا، فا اقول لك ايه؟ انا كنت مسكمه بنت تيت كده، اقول لك ايه؟ جلاب وكستور عند كوتون اويل. طب ايه دي الجلابيه الكستور، عارف انت كانت فين اليسرى، مش فاكر اسمه ايه، الجلابيه الكستور، هي الجلابيه الكستور، الجلابيه الكستور ماشي. سبحان الله سبحان الله، ما علينا، عند جلاب وعندك الكستور وكوتون اويل ومش عارف انت كده الجلابيه الكستور دي اللي هي ايه، تبقى مخططه كده ما علينا. فجلاب وكستور اند كوتون اويل طبعا. طب انت زي حاجه اسمها كولونيس، طب هي جايه من كولون يعني، والله العظيم يعني. بص بيقول لك انا كولون اهو، بص كولون اهو اهو، اي مش مستاهله ايه كمان كفاش. فهو بيعمل ده، بيعمل ايه، بيعمل اسهال وبيعمل ايه يوتراين كونتراكشن وحاجات بقى، ويعمل بقى انتستاينال ايريتيشن وبتاع، فيزق اليوترس ايه ينزل. طيب في حاجات بقى بروتوبلازميك، يعني ايه جنرال بروتوبلازميك بويزن؟ ايه بروتوبلازميك؟ بروتوبلازميك يعني حاجه حيويه، حاجه حيه. طب بروتوبلازميك بويزن حاجه تقتل الخلايا، ده بيقتل الخلايا من الاخر. طب بيقول لك مين دول؟ والله الخرسين والميركري. ثاني بس احنا قلنا ان هو بيعمل بيعمل اريتيشن في اليوترس ويروح عامل انقباضات في الرحم. ما هو انت لو هو بقى انت خرمت البتاع ده اهو، لو انت خرمت الممبرين اللي هو حميد اهو، هيروح يموت الولد. فاهم انت؟ فكده ده الحوار يعني.
فدول البروتوبلازمك. فبس دي الادويه بس هو البتاع ده اللي ممكن تحفظها كده، اللي هم الدراستيك، اللي هم الحاجات اللي هم بتاع الجلابيه الكاستور والكولونيس، ماشي، الكولونيس والكوتون اويل والحاجات دي. طب والبروتوبلازمك انت حافظهم؟ صم، خرسين وميركري، ارسينيك وميركري، ارسينيك وميركري، مفيش غيرهم، ماشي. طب والباقي؟ باقي كلهم بقى ايه اللي هم الايكوبوليكس، فاي حاجه فانت ممكن تحفظهم كده، ممكن ايه يعني اقرا الايكوبوليكس بعينيك كده مره هتجيبهم، هم كلهم بيجوا ام سي كيو يعني، فمش لازم تحفظهم تيبيكال يعني كده، ماشي. العنوان ده جديد وما كانش موجود في كتابنا بصراحه، اسمه دياجنوز اوف ابورشن. ازاي حضرتك نشخص ان في واحده عملت ابورشن؟ والله فاكر انت اي حد عشان نشخصه المفروض ايه نعمل له؟ والله ناخد منه هيستوري ونعمل له اكزامينشن ونعمل له انفستيجيشن، يعني اي حد في الحياه. فطبعا انت لو عملت كده تقرب شرعي من غير موافقه فانت تتحبس، فبالتالي زي ما اتفقنا ان اي حد لازم تاخد منه موافقه قبل ما حضرتك تمد ايدك عليه. وقلت لي طب ما الدكتور قلت لك ما هو العياده، انت جيت له العياده، انما انت بتروح للدكتور الشرعي ده بتروح له الاسم، فالاسم ده مش عياده، فانت مش رايح تكشف، انت رايح ايه؟ رايح ترفع قضيه ورايح تنيل حاجه، لازم ايه؟ تكتب ايه؟ ياخد منك ريتن كونسنت. جميل كده؟ جميل اهو. طيب بعدين تقول والله نبص بقى احنا عايزين نشوف هي اصلا ايه، هنشخص كده تسقيط، فطالما سقطت يبقى كانت حامل، فعايز اشوف هي اصلا كانت حامل ولا لا، وعرف نعرف ازاي انها كانت حامل. دي اتلغت من عليكم بقى. دي البروفا. طيب فاحمد ربنا. المهم يعني انت تتاكد ان هي كانت حامل ولا لا، ماشي، جميل. وبعد كده يقول لك والله ايه نشوف بقى ايه الجنرال فايرنس. ايه الجنرال فايرنس دي حضرتك؟ يقول لك والله واحده مثلا على الاخذه ايه، انت دلوقتي مثلا ممكن الابورشن ده تقول لك والله ده واحده خبطتني في بطن، فتشوف لو واحده فعلا خبطت بطنها مثلا تلاقي بروز كنت كده يعني، فاهم؟ فتشوف مثلا ايه علامه ان واحده خبطت في بطنها، فاهم قصدي؟ فكده يعني فكده ساينس اوف جنرال فايرنس يعني سقطت، ماشي، ده بروز يعني. طيب بعد كده لوكال فايلنس، قلنا والله المفروض لما هي تسقط ايه اللي هينزل؟ هينزل عيل ايا كان حجمه او ايا كان حاجه، فهو يعتبر ولد الطبيعي، صح؟ صح. فبيقول لك بقى اليوترس بيبقى ممكن يحصل فيه مترايتس. طب تقول لي هيحصل فيه مترايتس ليه؟ ما هي واحده قاعده تدخل مثلا اي حاجه يعني، اي انت شفت اللوكال فايلنس شغال ازاي؟ اللوكال فايلنس شغال ازاي؟ شغال ان انت مثلا بتحط بتاع ابره، بتحط بتاع عود بتاع اللي هو العضو الملوخيه بتاعت قطن، مش عارف ايه الحاجات دي، الحاجات دي ايه؟ معفنه، حاجات من الزباله، حاجات من الشارع، فتعمل هتعمل التف الايه؟ في اليوترس طبعا، لان الحاجات دي بتوصل لليوترس فتعمل مترايتس. والله اروع يا شباب، مش عارف، ماشي. وبعدين قال لك والله بعد كده بالنسبه للسيرفكس، السيرفكس ده احنا قلنا فيه عيل او حاجه طالعه، فالحاجه الطالعه دي هتعمل دايلاتيشن في الاكسترنال اوس، هتعمل دايلاتيشن في الايه، في السيرفكس، بتاع يعني سيرفكس بتاعتي عنق الرحم. طب ايه، هتوسع عنق الرحم. وبيقول لك بقى ان هو على حسب بقى الوقت زي ما احنا قلنا قبل كده هيدخل صباع او صباعين، وان هو هتلاقي فيه سيرفايكال لاسيريشن وابريجن ومش عارف ايه. بيقول لك ممكن حاجه اسمها الفولوزن فورس، الفولوزن فورس ده بيبقى عامل كده، ده بنعمل بيه ايه؟ ده ممكن نعمل بيه دايلاتيشن بدل البتاع اللي جوه، يعني ممكن بدل ما تعمل الدايلتر اللي هو عامل زي الجاج ده، اللي هو بتاع اللي هو الغشيم ده، ممكن تجيب حاجه اسمها الفورسبس اللي وريت لك صورته ده، اللي هو اللي هو بتاع اللي وريته لك ده، هو كان بينس واول سنه يتضاف على. يا نهار رخامه، يا نهار رخامه تاني، والله هتشل هو ايه اللوزه بتاع ده. بص لو انت لو خدت بالك من الفورسبس ده هتلاقيه مش ايه، مش حاد يعني، هو مش عامل كده، او سوري مش عامل كده، فاهم قصدي؟ يعني نهايته مش كده، لا ده نهايته داخله لجوه، فهي نعم فما بتعورش. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته يخش دي كده ايه؟ دي السيرفكس اهي وهي مقفوله، ماشي؟ فمثلا دي السيرفكس ده ايه ودي كده بيت السيرفكس، ايه اللي هيحصل؟ هو هيخش من هنا كده، هيخش من هنا كده وبعد كده يفتح الفورسبس، يروح فاتح السيرفكس عافي، فبيعمل بيت دايلاتيشن وكيورتاج يعني. فبقول لك ممكن تلاقي ادريجن للفلوزن فورسبس ده، ماشي؟ وده يعني شكل بيقول لك يعني ان هو ناعم يعني. تقول لي ده ايه الشرشره دي؟ عشان هو يمسك في نفسه ما بيعورش حاجه كده. جميل، حلو، رائع، يلا الهوا. طب بالنسبه للسيرفكس ايه؟ ايوه واسع ببساطه. الفاجينا يقول لك والله هتلاقي برضه نفس في حيوان معدي من الفاجينا، فهتلاقي ايه بروز ولاسيريشن وبتاع. ويقول لك بقى بتلاقي اللي هو اللوكيا، يقول لك بلادي دي فيرال سيرش، بس لا ايه انا مش عارف اللوكيا يعني، مش انت لسه ايه اللي فوق دي حاجه اسمها. يقول لك العنوان ده اصلا متضاف لسه قريب، فهم يعني بص حوار البريجنسي والدليفري والكلام ده مش تبع الطب الشرعي قوي، فهم بتحس ان هم بيهبدوا عشان يحطوا كلامه خلاص بصراحه يعني، بضحك عليك. طيب ماشي، فورين بوديز يقول لك والله ممكن تلاقي اي حاجه من اللي حطيتها في الفاجينا بتاعتها تلاقيها جوه، فكده انت سمعت انها بتعمل ايه ابورشن اهي. يقول لك بقى ممكن تلاقي امبريو تشو، بقيت الامبريو تشو طبعا هي لو هي مش دكتور اللي عامل مش عامل ده ما كنتش محترم، ممكن تلاقي ايه امبريو تشو جوه، فبرده كده انت قفشتها وهي ايه بتعمل ده بتعمل ابورشن كده. طيب اللي بعد الانفستيجيشن يقول لك والله حضرتك احنا ممكن يقول لك ايه هنشوف مرض السيفلس. السيفلس يعني ان هو ايه؟ السيفلس ده مرض سيكشوال ترانسميتد، بيتنقل عن طريق ايه؟ بيتنقل سيكشوال يعني. فقال ايه لو هي سيكشوال هي اتنقلت فهي كده ايه وهي مش متجوزه يعني، فايه اوه بس خلاص كده ايه كده ما علينا يعني. طيب يورين اناليسيس بقى يقول لك ايه؟ بص انت دلوقتي المفروض تعمل، تعالى الحكايه وصلنا ايه للانفستيجيشن، يقول لك بقى ممكن تعملها يورين او ستون. ليه؟ عشان تشوف الادويه، لو هي واخده ادويه بتعمل اسمه ده بتعمل ابورشن، هتلاقي ايه؟ هتلاقي في البلد في الاستون، في اليورين يا في الاستون، ممكن تلاقي في البلد كمان عادي يعني، ماشي. فبس ده الحوار يعني. بقول لك ممكن يعني الايه تقول ان هي كان ممكن يحصل لها سبونتينوس ابورشن لو انت عملتها تحليل بلوتو طلع فيه سكر يعني، ماشي. فاهم انت؟ او ماي جاد، اوكي. طيب وبيقول لك بقى برودكتس بتاع الابورشن، يقول لك والله بيقول لك ايه مش عارف، بيقول لك بقى دور على هتلاقي بقى الفيتس، هتشوف بقى عمر الفيتس ده عنوان اهو، هتلاقيه عندها اهو
فانت بقى المفروض بعد ما تطلع ده كله تشوف عمر الفيتس اللي نزل ده قد ايه، مش عارف ايه قيمه الهبل ده برضه. ماشي بقى، ده التشخيص. هنعمل ايه؟ عادي اي حاجه، بنعمل هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. فانت هتكزامن ايه؟ هتكزامن الدنيا من تحت، هتكزامن الفالفا، هتكزامن السيرفكس الفاجينا الحاجات دي، وتعلق عليهم ان هو في حيوان معدي من هناك، ولابوراتوري انفستيجيشن بول وبراس. ماشي، هتعمل لها تحليل بول وبراس عشان نشوف اذا كان في ادويه كده يعني عندها سكر بتاع كده. ماشي بس طوليا. طيب ما هي اسباب الموت من الابورشن؟ بص، المفروض اصلا رقم واحد هو الهيموريج. انت اصلا عشان تبقى عارف تخصص النساء، تخصص الدم، اكتر ناس اكتر ناس يعني دكاتره بتتعامل مع النزيف هم دكاتره النساء. ليه ده بقى؟ هو هم كده ما عليك يعني، مش لان اليوترس فيري فاسكولار. شوف اكتب كده بلاد سبلاي اوف يوترس، هتلاقي فيه شبح كده وطالع لك فيه تعابين حواليه كده، ده اليوترس. ماشي، ده ما تخافش منه، ده اليوترس مش هيعضك. فالهيموريج اشهر يعني، ده اذا مص تكون كوز اوف ديث مع الايه، مع الـ مع الـ مع الابورشن يعني، اشهر حاجه هتموت بيها انت مش عارف ايه. طيب فبيقول لك، ممكن بقى بيقول لك تاني برايمري هيموريج وسكندري هيموريج. برايمري هيموريج ده وهي قاعده على ترابيزه العمليات او ان هي بتعمل ابورشن. سكندري هيموريج ده ان هي ايه، ده بسبب السبسس بعد كام يوم. طب في فاكر انت رياكشن الهيموريج اللي هو كان بيخطاها في العمليه بسبب التغذيه وبعد كده عيل مش عارف ايه، بعد كام ساعه كده تلاقيها نزل في البلد، ده اسمه رياكشن الهيموريج. ده ترجع بقى لايه؟ ده اي هيموريج في التاريخ يعني. طيب يقول لك في حاجه ممكن تموت بنيورولوجيك شوك. فاكر انت السيرفكس لما قلت ان هو سبلايد جدا بالباراسيمبثاتيك، الباراسيمبثاتيك انرفيشن، وان ده واحد من التريجر اريا. فاكر انت التستس في الراجل والسيرفكس في الست، اما السيرفكس ده حاجه ايه، تريجر زون. فممكن لو انت لمسته بالغلط لمسه تقيله ولا حاجه، او طعم بدايليتور او بكيوريتيف كحته ولا حاجه، او حطيت فيه فلويد درجه حراره غبيه، فالمهم ده هيحفز الفيجاس فيموت بنيورولوجيك شوك. ماشي حبيبي بتاع. بعدين الامبوليزم كلهم معاك. ايه اللي حاجه، بص ودي واحده زياده ما خدتهاش قبل كده، حاجه اسمها امنيتيك فلويد امبوليزم. ايه امنيتيك فلويد ده؟ عارف انت امنيتيك فلويد اللي هو اللي انا قلت لك عليه، الواد بيعوم فيه واللي هو بيطرطره ويشربه، اللي بيطرطره ويشربه. ممكن بقى ايه، الممبرين يفرقع، فلما الممبرين يفرقع يعدي في البلد فيزل بتاع اليوترس، فاليوترس يمتص الامنيتيك فلويد ده. الامنيتيك فلويد ده لو امتص بيعمل الرجيك اكشن فظيع، تعمل الرجي بقى، حساسيه، بس حساسيه بنت تيت بقى تروح مموته الست. دي اسمها امنيتيك فلويد امبوليزم، اللي هو الامنيتيك فلويد ماشي في الدم. الاير امبوليزم اكتب هنا فينوس. ماشي، فينوس اير امبوليزم لان مفيش ارتيريا. ماشي، فينوس اير امبوليزم. فاكر انت اللي هو البلوت هتقطع بلوت فيزل في البتاع ده في اليوترس، فيروح شايل هواء لان هو فيري دايليت، قلناها قبل كده في البتاع ده في الكوميونيكيشن بتاع الوم. ماشي، بيبقى فينوس اير امبوليزم مش ارتيريا، لانها اتسالت في ام سي كيو هيا وقال لك اول اوف ذا ابوف من الكوميونيكيشن، قلت لك فينوس وارتيريا، كانت ارتيريا اللي غلط، ما هيش ارتيريا، هي فينوس. ماشي، بقول لك بقى ممكن تلاقي سوبر جلسرين يعني على حسب الحاجات اللي هي حطاها يعني، وثرومبو امبوليزم اللي هو ايه، من كتر القعده، او هو دكتور حمار ما خيطش حلو في الاندوستريا، ما جه عليه جلطه ولا بتاع. طب بص، الامبوليزمات كلهم معاك الا الفات امبوليزم، دي مش معاك، والارتيريال اير امبوليزم، الاثنين دول غلط. ماشي، الاثنين دول غلط، دول مش معاك. اي حاجه تانية شغاله امبوليزم. قشطه، جميل. ممكن بقى كيوب بويزنينج، هي بويزنينج من ايه؟ شكلها بتاخد ادويه زي الايربوت وي وي وي، ممكن يحصل لها كيوب بويزنينج منها. جميل، وسيبسز ممكن تكون والله عن طريق الاداه اللي هو الراجل عمل بيها ده تحت بريس سلم مش نظيفه، فتموت بسيبسز، او عن نفسها مثلا ايه، حاجه بكتيريا بقى دخلت. عارف انت حمى النفاس، انت عارف طبعا اي واحده بتولد بيدوها انتي بايوتكس واعضاء في البيت وما تتحركيش يا وليه وبتاع، ليه؟ خايفين لها يجي لها حمى النفاس، حمى النفاس بتموت. ماشي، فممكن تكون بسيبسز. تخيل بقى دي واحده عامله عمليه ولاده تحت بير السلم، فعادي جدا ممكن تموت بسبسز يعني. طيب انترنيشن في انترنيشن فيتاز ايج، ده حاجه كده جايه ايه، عارف انت من الجحيم يعني، جاي دي بتاع كده من الجحيم جايه لك بتقول لك احفظني. تقول لك ايه؟ احفظني، احفظني. لا حاضر. طب يا بنت الحق احفظني. طب بص، فايه احنا هنكسرها كده سوا، وقول يا رب اعرف انا طولت في الحصه. لا كويس، الحصه خلصت بسرعه. طب جميل، بص بالنسبه لللينس، انت عندك ركز على اللينس معايا. ماشي، دي اللينس. حلو، اللينس اللي هو الطول. طول الواد بيحسبه ازاي؟ يقول لك دايما هيبقى ان اس 2 ده لحد الشهر الخامس، يعني مثلا واد في الشهر ده ايه؟ لحد الشهر الخامس. ده يعني ايه؟ يعني مثلا في الشهر الاول يبقى 1 سم، بس الشهر الثاني 2 تربيع 2 في 2 ب 4، 3 3 في 3 9، 4 4 في 4 ب 16، 5 5 5 في 5 25. حلو؟ حلو. وبعد كده من اول الشهر السادس بيختلف الترقيم، يقول لك ازاي؟ بيبقى ايه؟ 2 ان، 2 ان ده اللي هو ازاي؟ 2 في 6 ب 12، الا بنعيله ده. الا ايه ده؟ وكنت بقول ايه؟ ان 5 في ان، 5 ان اسف، 5 ان، ف 5 في 6 او 5 في 6 ب 30، 5 في 7 ب 35 او في 35، اي 35، 5 في 8 ب 40، 5 في 9 ب 45 50. اهي شفت؟ سبحان الله، اهي دي 5 ان ودي ان تربيع. حلو الكلام؟ مظبوط كده؟ ما انت كده عرفت طول الولد. طب الحمد لله. بعدين بقى والله بقى تعالى نظبط كده الاستريك سنتر. يعني فاكر انت بالستريك سنتر؟ فاكر يلا في الايدنتيفيكيشن لما كان فيه، فاكر انت 2 في 6 ب 12 وايه و7 اللي هو تلتين الراديوس من تحت؟ فاكر انت الكلام ده؟ قلت لك دول سكندري وستريك سنتر، ورسمت لك شايل عروسه وقعدت اهبل لك كده شويه. طب انت عايز ايه يعني؟ استعبطني. ما دول كانوا اسمهم سكندري وستريك سنتر. طيب في بقى في الجنين وفي بطن امه بيحصل حاجه اسمها البرايمري وستريك سنتر. طب ايه قيمه اللعب النايله ده؟ ده عشان تعرف لو واحد حصل له ابورشن على مؤاخذه، تعرف هو حصل له ابورشن هو عنده كام شهر، تعرف ما علينا يعني. طيب الستريك سنتر ده
من اول الشهر الثاني بنبدا يحصل سيك سيت. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ يقول لك الكلافيكل واللور جو. عارف انت هتحط كده اللور جو بتاعك على الكلافيكل واعمل ودن رقبتك كده حطهم كده، شفت انت نفسك عامل ازاي؟ دول مش هينساهم، دول اللي في بعض كده. والبادي فيرتيبل هتلاحظ ان هم كلهم يعني الميد لاين كده، وممكن ايه يعني تلمهم مع بعض كده. فانت ايه يعني اول حط الكلافيكل على اللور جو بتاعك، اللور جو اللي هو الفك السفلي، لا لمس فكك كده على الكلافيكل بتاع حضرتك، وتخيل ان في فيرتبرا وراك، في فيرتبرا وراهم. جميل كده خلاص، جميل. ده حافظهم كده، انا هقول لك ازاي كنت حافظهم بسرعه. سري هنا بقى كل اللونج بونز، يعني هيومرس النا ريدياس، الشفت بتاعها اللي هو ايه، اللي هو الدايفسز. يعني فاكر انت قلت لك في عظمه اهي ودي بتاع اهي ودي جميله اهي دي عشان العروسه. الدايفسز نفسه بيحصل له استفيكيشن برايمري سيك سنتر. فين بقى؟ في الشهر الثالث جوه ايه، جوه بطن ام. سري مانسز بيبدا ايه سيك سنتر بتاع الشفت كله، كل الشفت بتاع اللونج بونز. طيب اربعه ما بيحصلش حاجه، خمسه بيحصل سي اي بي. او ماي جاد، سي اي بي ايه؟ سي اي بي ده سي اي بي كالكينيوس. او ماي جاد، اسكيم وبيوبس. الاسكيم والبيوبس دول فين؟ في الهيب بون صح؟ الاسكيم والبيوبس والكالكينيوس ده في كعب رجلك كده، فدول في الهيب بون يعني. فسي اي بي ماشي، سي اي بي ده اللي هو البنك، بنك سي اي بي. فافتكرها بنك سي اي بي وتقول لي بقى ايه، سي كالكينيوس اي اسكيم بي بيوبس، فاهم؟ فتحفظهم كده. طب جميل. طب في الشهر السادس قال لك سادس سترنم، معروف يعني سادس سترنم، 6 سترنم معروف اهو. ف 6 سترنم يبقى ايه، سيك سنتر فين؟ لك في المنبر سترنال اهي، سبحان الله. سادس سترنم. طب سابع لا تيلس. ايه يا عم ده؟ اه عارف انت التيلس دي اللي هي بين التيبيا والفيبولا، دي اللي عامله ارتكيوشن مع التيبيا والفيبولا، شوفها على النت هتعرف ماشي. فدي اسمها التيلس. التيلس دي بتحصل في الشهر السابع. طب الايتس يقول لك اوه تيلس. طب بعد كده ايه كله بقى في اللور، بيحصل بقى في اللور فيمر. عامل لك ايه طيب انت؟ هي حفظ عامل لك فيها ايه؟ عامل لك فيها ايه طيب؟ اللور اندو فيمر ده في الشهر الثاني. طب في التاسع يقول لك اللور اللور فيمر دي تكبر بقى، يبقى نص سنتي. فين الكلام ده؟ ايه السيك سنتر بتاع اللور اندو فيمر بيوصل نص سنتي. حلو كده؟ طب يا ريت والله ما كانش حد غلط. ايه اللي ما حدش غلط؟ انت قصدك ايه يا اسطى؟ يقول لك اه اصل في هنا اتش تي سي. حسبي الله وكيل. طيب بيقول لك ايه الاتش؟ هيلو فيمرس. التي تيبي. السي كيوبويد بون. ايه ده اسمه السيك سنتر؟ والله ده يعني ذاكر احفظه. فدول السيك سنترز. انت زعلان من السيك سنترز؟ يا نهار ابيض يا ابني، بقول لك ده جاي من الجحيم. الجدول بتاع الموضوع ده جاي من الجحيم حرفيا. بقول لك بص يعني اجيبها لك ازاي يا ابني؟ بس بص الليمبس بتاعت الجنين، شفت انت ده جنين اهوت، عامل زي العبيط كده ماشي، ده جنين اهو. فبيقول لك في الاول بيبقى عنده حاجه اسمها ليمب بض. الليمب بض ده عامل كده حرفيا، لا في صوابع ولا في اي حاجه ماشي. حلو الكلام، حلو الكلام. فبيبقى عنده ليمب بض في اول شهر، يبقى عنده ليمب بض كده. بعد كده يقول لك والله الليمب ديستنجويش، يعني يبقى عنده بض وبض، فيبداوا ايه يلاقوا شكل كده. اه والله بيقول لك يبدا يفتح ايه بقه ومناخيره، يفتح يعني بقه وانا مناخيره وادي بقه يفتح كده فاهم، وعينيه مقفوله. خلي بالك يعني عينيه مقفوله لسه ما فتحتش ماشي، عامل زي العبيط كده. طب وبعدين بقى ايه اللي حصل للراجل الطيب ده؟ قال لك بقى على الشهر الثالث كان بدا يطلع له صوابع، يعني كده بقى ايه كده على الشهر الثاني كانوا كبروا شويه، يعني الشهر الثاني كبروا كده. بعد كده بقى على الشهر الثالث بدا يطلع له صوابع ايه. طيب على الشهر الرابع بقى يقول لك لا، على الشهر الرابع احنا بقول لك بقى بص، الشهر الرابع ده بنعرف فيه 6 سايد ايه undifferentiation، احنا بنعرف عمر 6 الجنين في واد ولا بنت يعني بعد الشهر الرابع. حلو الكلام، حلو الكلام. فبنقول الشهر الرابع نقدر نعرف هو ايه، هو واد ولا بنت. فبالتالي طالما عرفنا واد ولا بنت، عرفنا واد ولا بنت، يبقى ايه، يبدا يطلع له شعر. تقول لي ازاي هنعرفه من شعره؟ لا ما نعرفوش من شعره، بس ماشي ورايا ماشي، انت هنعرف من عرفه اكيد من الجينيتاليا بتاعته. بس هو طالما عرفنا ان هو واد ولا بنت، فنشوف بقى هو عنده شعر ولا ما عندوش شعر، فيبدا يطلع له هير ونيلز يعني وضافر، يعني مشيها بقى شعر وضافر مع بعض. بس يعني افتكرها كده، الشهر الرابع، الشهر الرابع ده اللي ايه، لا مبروك واد ولا بنت. حلو جميل. وبعد كده يبدا يطلع له خلاص كده، طلع له شعر وضافر، عرفنا بدل واد ولا بنت. طب وبعدين بقى يقول لك بص الشهر الخامس ده يعني شهر غريب جدا. بيقول لك الجسم كله، بص احنا كنا اطفال صغيرين وامبريوهات صغيرين كده، جسمنا كله كان شعر. اكتب كده على النت حاجه اسمها اللانجو هير، اجيبها لك يعني. ادي عامل لانجو هير، كان كلنا احنا اطفال عندنا المنظر ده في جسمنا كله، كان شعر بكاء. الشهر تقريبا الثامن اللانجو هير ده بيبقى كله من جسمك. في بعض الاطفال بيتولدوا باللانجو هير ده، يعني تخيل ده يعني ايه، بيبقى جسم كله شعر كده. فبس فده اللانجو هير، طبعا اللانجو هير مش الست اللي كانت هنا دي. فبس فده اسمه في الشهر الخامس يبقى الجسم كله لانجو هير. حتى كنت اقول لك ايه البانكو هير بانك في سي اي بي اسبيرون اكيد ماشي معايا. طيب الشهر السادس بقى، بص من اول الشهر السادس بنركز على التست بالعربي بقى، بنركز على التست بس بالعربي. طب ايه بقى دي؟ نشوف بقى حاجه تيت يعني. طيب ايه بقى؟ فبقول لك بص احنا التستس ده كان انترا ابدومينال اورجن، يعني هو المفروض الخصيه دي موجوده في بطن الراجل، المفروض انها يعني بتتخلق في البطن
وبتاخد البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاعها كله من الابدومن. حلو، تاخد من الاول من الابدومن الاورطه على طول. طب بعد كده قال لك والله هي كانت جنبك كده كده كده، حلو، وهي كان في بتاع كده جنبها اسمها التست. حلو، جميل جميل. فبعد كده المفروض التست دي بتعدي على قناه كده اسمها الانجوينال كانال، هتاخدوها بقى في الاناتومي بتاعها كتير، فهدول وبعد كده تنزل في السكروت. ماشي، طيب. فهي الاول كانت عند الشهر السادس، كانت عند الايه؟ كانت في بطنك، كانت جنب الكلى. حلو الكلام. بعد كده على الشهر السابع كانت هنا فين؟ طبعا الانجوينال كانال مش كبيره قوي كده، هي ده هي بين محشوره بين عضلتين كده. ماشي، بس ما علينا. كانت عند الشهر السابع كانت فين؟ حاجه اسمها ديب انجوينال رينج، ما هو دي رينج ودي رينج، دي حلقه ودي حلقه، ففي واحده سوبر دي وواحده سوبرفيشال، عارف ان دي شكلها سيركلر ودي شكلها ترينج. اللي هيكلمني لازم، انا مش عبيط والله، بس انا بريحك. ماشي؟ طيب، فالديب دي في الشهر ايه؟ السابع. بعد كده دي في الشهر الثامن، يبقى تبقى كده كده فين؟ سوبرفيشال. طب ليه دي سوبرفيشال ليه ديب؟ لانها جايه من بطنك، وده السكروتم. السكروتم ده اللي هو كيس الصفن، يعني كيس الصفن ده ايه؟ ده سكن حضرتك. ماشي؟ فهي طالعه من بطنك على السكن، فاكيد جايه من الديب للسوبرفيشال، فهتوصل هنا عند الكيني. بعد كده ديب ايه؟ ديب انجوينال رينج. بعد كده سوبرفيشال انجوينال رينج. وبعد كده هننزل في السكروتم هنا. لا ده فين بقى؟ عند الشهر التاسع، عند الفول تيرم. يعني الواد قبل الشهر التاسع بتاع التستس بتاعته ايه؟ ما بتكونش نزلت لسه في السكروتم بتاعه، فبالتالي احيانا كانت ما بتنزلش، فدكتور الاطفال بيرجح بينزلها وهكذا يعني. فمن اول الشهر السادس بنركز ايه؟ على التستس. فاهو، فالتستس عند الكيني. بعد كده التستس هتوصل فين؟ عند الانترنال انجوينال رينج او الديب يعني، طب او بعد كده تروح عند الاكسترنال انجوينال رينج، وبعد كده تنزل فين؟ في السكروتم. طيب السادس بصراحه بنركز شويه في العين. الواد هنا عينيه بتفت عينيه، يعني في حاجه مش حوارنا بس هو هم لغوها من عندكم، فبيقول لك الاي لاش، يعني بيطلع له رموش وحواجب. ماشي؟ اه والله بيطلع له رموش وحواجب في من هنا. ماشي؟ طب بعد كده سبع يفتح عينيه، ما هو في السادس طلع له رموش وحواجب. طب خامس لا طلع له شعر. طب سادس طلع له رموش وحواجب شعر برضه. طب بعد كده سابع لا فتح عينيه بقى، احنا وصلنا العين كده بدا يفتح عينيه. اه والله شفت حوار حوار. طب بعد كده قال لك بقى الشهر الثامن هنفتح ايه؟ هنفتح جلده. فتح جلده؟ اه. يقول لك بص الطفل الصغير قبل الشهر الثامن بيبقى جلد، انت ايه اللي مخلي فيه عندك كونتور في جسمك؟ يعني بنقص يعني الجلوتير ريجن او كده، ايه الحاجات دي؟ دي فات، الفات او الكرش بتاع حضرتك، يعني ده ايه ده؟ ده فات. فكفات مخليك ايه؟ مخليك واد يعني عامل لك كونتور كده يا اسطى، يعني فاهم انت قصدي؟ طيب إيه لو هو الطفل ده بقى بيبدا يتكون السكوتينيس فات في الشهر الثامن، فقبل الشهر الثامن كان جسمه دايما هيقول لك فيرنيك 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 فيرنيك. طب بعد كده قال لك لا، اول شهر الثاني يبدا يتكون ايه؟ السكوتينيس فات. السكوتينيس فات ايه؟ يبقى كده ايه؟ خلاص كده. بعد كده بقى الواد الفول تيرم كده التست نزلت في ايه؟ في السكروتم. خلاص احنا قلنا. طب بعدين بقى بص، في شويه حاجات كده فوت بحفظها. لا ممكن تتسال فيها كده على طول، يقول لي قول لي الفول تيرم فيه تصيب ابني، قول لي ايه الخصائص بتاعته، ازاي نعرف ان الواد ده فول تيرم؟ والله بص، انت قلنا طول الواد كام؟ هحاول امشيها معاك كده. الطول بتاعه كام؟ 5 في 9 45 50 صح؟ يقول لك الامريكان كورد يبقى برضه نفس الطول، يعني الوقت الامريكان كورد نفس طول الواد. فاكر انت مش هدخلك في شباتر تاني، خلاص اسف. طب جميل. طيب يقول لك بعد كده ايه؟ احنا قلنا التست بينزل في السكروتم. في حاجات ما اعرفش انت بقى سمعته، اكيد سمعته الميديكال ليجا، لسه ما شرحتوش، خلي بالك. بص دي نسيت اقولها لك. بص انت عندك ده صبع حضرتك اهو، ماشي؟ في عليه ضفر، ده الضفر. ماشي؟ الضفر بيبقى على طرف الصابع بتاع ايدك، الفنجر بتاع ايدك، بيبقى على الشهر الثامن. بعد كده في الشهر التاسع بيعدي التب بتاع الفنجر. ماشي؟ حلو الكلام؟ هتلاقي في الايدنتيفيكيشن بتاع الايدج في الاطفال. يعني كده بقى ايه؟ بقى تسعه، يعني كده تسعه كده ثمانيه. فتسعه ده بيعدي التب بتاع ده. ماشي؟ بس خلي بالك بقى، ده في ايه؟ في الهاند. ده فين؟ في الهاند. انما في التو في الرجل يقول لك لا، في التو على التاسع تلاقي على طول الايه؟ التب بتاع التو وصل لهنا، فده تاسع على طول. يعني ده التاسع في الهاند بيبقى اطول من طرف صبع الضفر، بقى اطول من طرف صبع. انما التاسع في التو في رجله ده بقى ايه؟ لا، الضفر عند طرف الصباع. انت بالعقل كده ضوافر ايدك بتطول اصلا من ضوافر رجلك، فاشمعنى العيل الصغير يعني؟ فهو بيقول لك بص، النيل جروينج بعد التيب اوف فينجر وبتريتش الاند، وبعد كده بتريتش اند اوف تو، اللي هو بتوصل بتعدي التيب بتاع الفينجر بتاع ايده وبتوصل لحد الاند بتاع التو بالظبط. يا ساتر يا رب. اه والله، طالما اتكلمنا على الضوافر نتكلم عن الشعر. يقول لك طول الشعر بتاع الواد الفول تيرم 3 سم. حلو الكلام؟ اهو. وفي حاجه انت خدتها قبل كده. ايه اللي حكيت لك خدتها قبل كده؟ السيركمفرنس بتاع الدماغ بيبقى 13 ايه؟ 13 انش. وعلى كده البستيرو فونتين اللي قافل. دول خدناهم ايه في الايدنتيفيكيشن. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اه والله. وفي حته كده على المؤاخذه يقول لك ايه؟ في قاقاه في الريكتم بتاعه، بس هو شخها ما منزلهاش. لا 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 لا، مش سوري. ده دارك ايه؟ الميوكونيوم بيبقى موجود جوه الريكتم. ففي حاجتين تعرفهم، اللي هو بتاع السيركمفرنس وبتاع البوستيرو فونتيل اللي قافل. عندك السكالب هير مثلا بيوصل 9. الاحجام بقى ايه؟ اللي هو بتاع الشعر والضوافر دي بتتحفظ، يعني هو انت عارف طول الضوافر بتاع الايد اطول من الرجل، وعندك الشعر 3 سم. حلو الكلام؟ حلو الكلام.
وتقول له بقى حوار التستس والهبل ده وبس، وتقول له بقى اللي هو الايه الاوستريك سنترز اللي احنا اتفقنا عليه. في بقى عندك اطوال البلاسينتا دي انا مش لاقي لها ميل الصراحه، عايز تحفظها حفظها، مش عايز احسن بصراحه لان هو حوار ممل الصراحه. وثاني كده كان في دي بتتسال كتير، يعني لو انا استحفظ دي وزن الطفل. صح، وزن الطفل، يعني وزن الطفل الكامل كام؟ احنا اتفقناها مليون مره قبل كده، الواد بتاعه 2.5 ل 3.5، دي حفظ صم، دي ما فيهاش كلام، الواد بيتولد نص 3.5، دي المعلومه لازم تكون عارفها ماشي. دي بتتسال في الكويشن بانك، يعني لو انت نفسك تبقى واد مثقف يعني ممكن ايه تعرفها زياده يعني. كده عندك بقى شويه اسئله، يقول لك ايه مور تايب فاهمين حلول الناس مليونير، قلت لك متهيألي قلت لك عليها يعني. بيقول لك اشهر سبب مش عارف ايه دي الهيمولوج ماشي، مش هو مش عارف لحالي يعني. بيقول لك ليجالي ابورشن از تو اند اوف بريجنسي اوف اني اوف تايم فول تايم. بص قلنا اي ابورشن بيبقى معناه ان هو قبل الفول تايم ماشي، ايوه انت فاهم بقى، اي ابورشن قبل الفول تايم. بيقول لك بقى نوت كونسيدر، بيقول لك بقى من اي من التالي مش ديفينيتيف دايجنوزس للبريجنسي، طبعا الاتش سي جي في الـ، لا ثواني كده، بالبيشن اوف فيتال بارتس ولا فيتال بارت سين الترا ولا فيتال هارت ساوند. طب ما هو الاتش سي جي برضه مع اني مش عارف، بس انا متهيألي احنا بص كان عندنا في كتابنا ممكن تسالوا فيها حد بصراحه من المعيدين، بس كانت في كتابنا كان يقول لك ايه هي الحاجه الوحيده اللي مش اللي هي مؤكده، يقول لك الالترا سونوجرافي، الحاجه الوحيده المؤكده في الحمل هي الالترا سونوجرافي. الالترا سونوجرافي بيعمل الهارت ساوند، البلفيشن بتاع الهارت بارتس ده برضو انت مكتوب عندكم ان هو مكتوب بالنص عندكم، والفيتال بارت سين بالالترا سونوجرافي، ما هو ده الالترا سونوجرافي برضه. طب دي مش الترا سونوجرافي، انت الاتش سي جي في تحليل البول اللي هو بيجي الصيدليه ده في اتش سي جي في البول، وده بيحصل برضه في بعض الحالات كده بيزيد في الاتش سي جي، فده مش مؤكد، فبيتعمل تاكيد اتش سي جي في البلد فده ياكد الحمل، فده برضه على فكره بياكد الحمل. فانا مش عارف هم بقى هم عايزين ايه بصراحه، بس يعني لو انت هتمشي على طريق كتابك هو ما كتبش دي فقشطه يعني بصراحه، فبالتالي دي الصح يعني، دي اقرب واحده للصح بالنسبه للي عندك. طيب فاكر انت الفاندس ليفل اوف اليوترس؟ خليني كده اديني ثانيه واحده، بص انا كنت طلعت عشان اقول لك اركز على السؤال ده كده، بيقول لك بص بيقول لك ان احنا حسينا الفاندس ليفل بتاع اليوترس عند الايه عند الامبرايكس، فبيقول لك الفيتال لينس يبقى احنا المفروض، بص دي رسم كتاب دكتور معتز انا كنت بذاكر منه ماشي، حلو الكلام حلو الكلام. المفروض ان هو على حسب الرسمه دي وعلى حسب حل بنك الاسئله اللي هو محلول من طالب مش من الدكاتره يعني، حل الاسئله بنك الاسئله ده محلول من طلاب وما كانتش عندنا في المنهج، هو كان حاطط لنا الرسمه دي بس كده، حلو الكلام حلو. ان هو 30 سم يعني كان في شهر ايه السادس، يعني اللي هو 24 اسبوع ده الشهر السادس، 4 في 6 24 كان الشهر السادس من الحمل، يبقى كده طول ورقه 5 في 6 30 سم. جميل جميل. طيب انت لو شفت على النت هتلاقي كل الصور اتفقت ان بيوصل عند الامبلايكس في الشهر في الاسبوع ال 20، دي 20 وديت 20 وديت اهوت 20، فكل الصور متفقه ان هي عند ال 20، ادي 20 اهي، وادي اللي هو خمس شهور اللي هو خمس ايه 4 في 5 ب 20، فاهم انت؟ جميل. فهل دكتور ما اعرفش بصراحه دكتور معتز، هل هو مثلا عملها على حسب السؤال وهو حط الصوره دي هو اللي ابتكرها وحطها على اساس ده، وهل هم سالوا بصراحه في الحته دي؟ بس انا شايف ان كل الصور على النت، انا كنتش عايز اسرقها طبعا، انا كنت هجيبها من النت وخلاص، فبس انا ايه حطيتها قدامك عشان اقول لك اوريك الموقف، اقول لك اسال احسن لك، اسال في الحته دي وقول لهم ايه وضعها، هي 30 ولا 25؟ كانت كل حدث لان الحته دي ملغيه من الكتاب مش موجوده عندك في الكتاب وبتيجي في بنك الاسئله، ما كانتش حتى في كتابنا القديم، فبس فده اللي كنت عايز اقوله لك يعني. طيب بقول لك بقى موست كومن مارايتال كوز اوف سبونتينوس، او قلنا اشهر حاجه سبونتينوس ابورشن ايه؟ كونجات الاولين في اليوترس، قلت لك عليها واكدت لك عليها لان مش موجوده في كتابك ولا في كتابنا. طيب ساين اوف بريفنس ديليفري، بقول لك بص بقول لك ويتش اوف رونج، اللي هي واحده ما كانتش حامل ان هي ايه الاس راوندد، دي ما كانتش موجوده بصراحه في كتابنا بس مكتوبه صراحه في كتابكم جدا يعني. بس يا سيدي اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحصه دي، وربنا يوفقكم يا رب، ذاكروا يا شباب وربنا معاكم، هتلاقي الامتحانات اتكهربت وربنا يقدركم يا رب وتبقوا احسن دكاتره ان شاء الله.